باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من سفر التكوين لموسى النبي بركته على جميعنا امين. فقال اسرائيل ليوسف: اليس اخوتك يرعون عند شكيم؟ تعال فارسلك اليهم. فقال له: هانذا. فقال له: اذهب انظر سلامه اخوتك وسلامه الغنم ورد لي خبرا. فأرسله من وطاء حبرون فأتى إلى شكيم فوجده رجل وإذا هو ضال في الحقل. فسأله الرجل: ماذا تطلب؟ فقال: أنا طالب أخوتي، اخبرني أين يرعون. فقال الرجل: قد ارتحلوا من هنا لأني سمعتهم يقولون لنذهب إلى دوسان. فذهب يوسف وراء أخوته فوجدهم في دوسان. فلما أبصروا من بعيد قبلما اقترب إليهم احتالوا إليه ليميتوها. فقال بعضهم لبعض: هو ذا صاحب الأحلام قادم، فالآن هلما نقتله ونطرحه في إحدى الآبار ونقول وحش رضيء أكله، فنرى ماذا تكون أحلامه. فسمع رأوبين وأنقذه من أيديهم وقال: لا نقتله. وقال لهم رأوبين: لا تسفكوا دما، اطرحوه في هذه البئر التي في البرية ولا تمدوا إليه يدا لكي ينقذه من أيديهم ليرده إلى أبيه. فكان لما جاء يوسف إلى أخوته أنهم خلعوا عنه قميصه الملون الذي عليه وأخذوه وطرحوه في البئر، وأما البئر فكانت فارغة ليس فيها ماء. ثم جلسوا ليأكلوا طعاما، فرفعوا عيونهم ونظروا، وإذ قافلة إسماعيليين مقبلة من جلعاد وجمالهم حاملة كثيرا وبلسانا ولاذنا ذاهبين لينزلوا بها إلى مصر. فقال يهوذا لأخوته: ما الفائدة أن نقتل أخانا ونخفي دمه؟ تعالوا فنبيع للإسماعيليين ولا تكن أيدينا عليه، لأنه أخونا ولحمنا. فسمع له أخوته. واجتاز رجال مديانيون تجار فسحبوا يوسف وأصعدوه من البئر، وباعوا يوسف للإسماعيليين بعشرين من الفضة، فأتوا بيوسف إلى مصر. ورجع رأوبين إلى البئر وإذ يوسف ليس في البئر، فمزق ثيابه. ثم رجع إلى أخوته وقال: الولد ليس موجودا، وأنا إلى أين أذهب؟ فأخذوا قميص يوسف وذبحوا تيسا من الماعز وغمسوا القميص في الدم وأرسلوا القميص الملون وأحضروا إلى أبيهم وقالوا: وجدنا هذا، حقق أقميص ابنك هو أم لا؟ فتحققه وقال: قميص ابني وحش رضيء أكله، افترس يوسف افتراسا. فمزق يعقوب ثيابه ووضع مسحا على حقويه وناح على ابنه أياما كثيرة. فقام جميع بنيه وجميع بناته ليعذوه، فأبى أن يتعز وقال: إني أنزل إلى ابني نائحا إلى الهاوية. وبكى عليه أبوه. وأما المديانيون فباعوه في مصر لفوتيفار خصي فرعون رئيس الشرط. والسبح لإلهنا دائما. اتكلمنا في المرة اللي فاتت عن أول مرحلة بالنسبة لشخصية أبونا يوسف، وقلنا إن أبونا يعقوب استريح من الصراع بين الزوجات بتاعته بإنجاب البنين، وكده ارتاح من التعب اللي كان بين زوجاته،
لكن دخل في تعب تاني وهو الصراع ما بين الأبناء. أبونا يعقوب اللي أحب رحيل أكتر من ليئة برضك أحب ابني رحيل أكتر من بقية أولاده، ولذلك كان بيميز يوسف. لكن يوسف كان شخصية محبوبة أكتر من بقية إخواته، كان إنسان ناجح، كان إنسان أمين جدا لأبوه. يوسف كان عفيفا، يوسف كان رجل أحلام ومفسر أيضا للأحلام. وقلنا يوسف أهم حاجة فيه كان صبورا، فقلنا انتظر لحد ما ربنا يحول الشر إلى خير، لأنه قال أنتم قصدتم شرا أما الرب. فهو كان موقن تماما أن الشر هيتحول لخير، لكن كان منتظر، فانتظاره ده طول سنين لكن اتحقق في النهاية. وقلنا كلمة يوسف معناها النامي، وفعلا يوسف كان ينمو روحيا في كل يوم. معنى كلمة ده كلمة عبرية معناها يزيد، ويزيد معناها النمو، وكان يوسف ينمو. رحلة يوسف كانت من الجب اللي هو البير اللي رموه فيه لحد ما وصل لقصر فرعون، فكانت رحلة من الجب إلى الملك. يوسف عبر بمراحل كتيرة، ولكن يوسف لأمانته في بيت فوتيفار اترمى في السجن، والأمانته لأبوه انه دور على اخواته اتباع عبد. ويوسف لأمانته قعد في السجن مدة طويلة، ولكن لأمانته في السجن ربنا طلعه وكلله في النهاية بالمجد، حتى ان فرعون قال كل واحد يلاقي يوسف يركع امامه، وبعت رجال امام يوسف كل واحد يقابله في الطريق لازم يركع امام يوسف، يعني اعطاله مجد عظيم جدا. يوسف كان رغم انه فتى احلام الا انه كان انسان متألم. من سن 17 سنة ابتدت آلام يوسف لحد سن 30 سنة لما وقف أمام فرعون. كل السنين دي كانت آلام من بداية شبابه لحد سن 30 سنة. فلما نشوف يوسف اللي في المجد ما نقولش يوسف وصل للمجد ده بطريق ممهد بالورد، لكن بطريق كله تعب وآلام. وأي إنسان عايز يوصل لازم يتعب، فهنا يوسف اكتاس سلسلة من التجارب والألام والمتاعب والظلم لحد ما وصل لكده. قلنا يوسف بحياته الجميلة أصبح رمز للسيد المسيح للمجد، فيوسف حياته تتطابق مع السيد المسيح، حتى أننا قلنا أن مفيش شخصية تعلو شخصية يوسف في الكتاب المقدس إلا شخصية رب المجد. فيوسف وصل لأعلى مستوى في التشابه ما بينه وما بين السيد المسيح. وقلنا نقط كتيرة خالص، قلنا يوسف هو الابن المحبوب لأبوه، والمسيح هو الابن الحبيب، قال هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. يوسف كان محبوبا من أبيه ومكروها من أخوته، والمسيح جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله، وقال لهم كم من مرة أردت وأنتم لم تريدوا. يوسف اتباع بعشرين من الفضة، والمسيح بيع بثلاثين من الفضة. يوسف طرح في الجب، والمسيح يقول عنه المزمور طرحت في جب سفلي، ويقصد به القبر اللي اتوضع فيه المسيح. يوسف طلع من الجب انه بقى عند فرعون وبقى تاني رجل في ارض مصر، والمسيح ايضا طلع من القبر وجلس عن يمين الاب في الاعالي، فبرضك تشابه
ما بين الاثنين. الجميل ان يوسف حمل اسم المسيح، لان فرعون اطلق عليه اسم صفنات فعنيح، ودي معناها مخلص العالم، وما فيش حد حمل الاسم ده الا السيد المسيح. فيوسف تطابق مع السيد المسيح في حاجات كتيرة جدا. بعد كده اتكلمنا النهاردة عن القميص الملون، وقلنا ان كلنا بدون استثناء جالنا وقت في حياتنا لبسنا القميص الملون، وكلنا جالنا وقت في حياتنا حلمنا احلام، وكلنا في حياتنا تمنينا ان احنا احلامنا تتحقق، مش يوسف بس. وبرضك فوجئنا ان القميص الملون الجميل اتمقلى بقع، وفوجئنا ان احنا اتحبسنا وطرحنا في جب زي يوسف. كلنا عدينا بالآلام رغم ان كانت لينا احلام، وكلنا ربما اصطدمنا بواقع ما قدرناش نحقق احلامنا دي. كلنا مرينا بتجارب والحلم اللي كان نفسنا يتحقق ما تحققش. كلنا مرينا بمراحل ربما تتشابه مع حياة يوسف من قريب او من بعيد. الجميل في شخصيات الكتاب ان احنا بنلاقي نفسنا فيها، نلاقيهم اشخاص الاقي نفسي فيه، الاقي يوسف اللي اتحطم واحلامه ما اتحققتش وقصدوا ان هم يضيعوه وانا برضك اتعمل فيا كده، الاقي يوسف اللي جرب وانا جربت، الاقي يوسف اللي كان عنده طموحات واحلام وانا كده برضك، الاقي ان انا بتشابه مع يوسف في امور كتيرة. لكن كلمة ربنا دايما اللي جت في المزمور 105 تيجي قدامنا وتقول ارسل امامهم رجلا دخلت في الحديد نفسه. فعايز يقول لنا عشان تتحقق احلامك لازم تكتز في ايه؟ في الحديد، في الضيقات. ارسل امامهم رجلا دخلت في الحديد نفسه، دي معناها انك مش ممكن تحقق حلمك الا من خلال الضيقات، الا من خلال التجارب. هو ده المجال الوحيد اللي تتحقق فيه احلامك. النهاردة عايزين نتكلم في نقطة في الاول عن اخوات يوسف. اخوات يوسف اللي تأمره وكانوا عايزين يموتوا اخوهم، ولما لقوا ان موضوع ان يموتوه ده موضوع يعني ربما كبير، سمعوا النصيحة اخوهم فقالوا طب بدل ما احنا ما نموته نرميه في البير، وكأنهم بيغطوا خطية بخطية تانية، يعني بيستبدلوا خطية القتل بخطية انهم يرموه في البير ويموت بالموت البطيء. فهي برضك خطية ولكن استبدال خطية بخطية، وسمعوا النصيحة أخوهم، قالوا نطرحه في إحدى الأبار ونقول بعد كده أن وحشا رديئا قتله فنرى ماذا تكون أحلامه. يعني فكروا في الخديعة، فكروا في الغش، مجموعة خطايا، فكروا في القتل برضك فكر خطية، وفكروا كمان ان يغش ابوهم ويسيئوا اليه، ولما يروحوا بخبر بزيدة لابوهم ممكن ابوهم يقع ميت في الحال، فبرضك ما حسبوش الحسبة صح حتى بالنسبة لوقع الامر على ابوهم، لان ابوهم عارف ان هم بيحسدوه، وفي نفس الوقت هم عارفين قد ايه نفس ابوهم متعلقة بيوسف، فدبروا الامر ده ضد يوسف. العجيب ان هم يقولوا لنرى ماذا تكون احلامه، يعني هم بيدبروا الامر ده وعايزين يقفوا امام مشيئة ربنا. ربنا اللي جاب الاحلام، جاب الحلم الاول واكدوا بالحلم الثاني، حتى ان ربنا اكد الحلمين بمعنى واحد.
والحلم ده طلع وحكاه لهم. فإن كانت الأحلام دي بخبرة الأسرة دي من اللي حصل مع أبونا يعقوب والأحلام اللي كان بيشوفها فهي أحلام من الله. فهم لما يقولوا لنرى ماذا تكون أحلامه يعني كأنهم بيعترضوا على مشيئة ربنا، ونقولوا طب نشوف ربنا هيتمم مشيئته إزاي. طب إن كان ربنا ادى الأحلام دي عشان ده يكون سيد علينا، يورينا بقى بعد ما نموته هينفذ مشيئته إزاي. فده نفس الكلام كأنهم بيقولوه وبيفتكروا ان بكده هيعطلوا مشيئة ربنا. نفس القصة اتكررت مع عيسو، لأن ربنا قال كبير يستعبد لصغير. فقال خلاص أنا أول ما هلاقي أخويا يعقوب لابد أن أقتله. ليه هتقتله؟ لأن كبير يستعبد لصغير، أنا اللي هستعبد لأخويا، أنا لازم أقتل أخويا يعقوب. نفس القصة وقت قايين وهابيل، لما ربنا استحسن تقدمة هابيل وقف متغاظ أخوه، لأن يعني ربنا ميزه فقام على أخوه عشان يقتله، علشان يكون هو موضع التقدير وإن ربنا ينظر إليه ما يبصش لأخوه. وقالوا إيه كمان؟ قالوا نقول أن وحشا رديئا قد افترسه. لكن رأوبين جه وقال لهم الكلام ده ما يصحش. قال لهم لا تسفكوا دما اطرحوه في هذه البئر، لا تسفكوا دما اطرحوه في هذه البئر التي في البرية. وكان تفكيره ايه؟ قال لهم انقذ يوسف بينه وبين نفسه وارجع يوسف لابويا مرة تانية. هو فكر في انقاذ يوسف. رأوبين ده الابن البكر، الابن الكبير اللي مفروض اخواته كلهم يكونوا خاضعين ليه وبيسمعوا له، ولكن واضح ان هو كان انسان شخصيته ضعيفة، رغم ان هو الابن البكر لكن شخصيته كانت ضعيفة. ما يعرفش ان برضك القاء يوسف في البير هي خطية، هي جريمة. وما يعرفش ان هو لما يرميه في البير ممكن الرمية دي تؤدي الموت، وممكن فعلا يحصل له حاجة لما يسيبوه في البير. ما فكرش في الامر ده، لكن قال انا ارجع ورجعه تاني. وما يعرفش ان القائه في البير حتى لو يوسف قدر يطلع قبل ما حد يجيله ووصل لابوه، ابوه هيغضب عليهم كلهم وهيحرمهم من بركته. ما فكرش في الامر ده ان ممكن يوسف يطلع ويفضح امره. لكن يقولولنا وفي النهاية وافقوا على رأيه وخلعوا عن يوسف قميصه وألقوه في البير. العجيب ان بعد ما ألقوه في البير يقول لنا الكتاب عبارة ما نقدرش نعديها، يقول وجلسوا ليأكلوا طعاما. تصوروا المنظر، أخويا الصغير قلعته القميص ورميته في البير، وقعدت مع أخواتي قاعدين ناكل وأنا بقتل أخوي. بأي ضمير وبأي إحساس وبأي مشاعر هياكل؟ وإزاي هيبلع اللقمة إن كان أخوه ملقى في البير علشان يكمل طريقه للموت؟ واضح إن الناس دول كانت ضمائرهم في غيبة. وبعدين لما جت قافلة طلع اقتراح من يهوذا، قال لهم شوفوا أحسن إن احنا نبيعه وتاخدوا القافلة. فاستحسنوا الرأي وقاموا مطلعينه من البير وباعوه بعشرين من الفضة. طب عشرين من الفضة دي لما تتقسم على عشرة كل واحد ياخد ايه؟ قطعتين. تمن ايه؟ تمن اخوه. يعني يرجع البيت يقول انا بعت اخويا وفي جيبه قطعتين من الفضة.
قطعتين عشان قطعة تؤرقه في النهار وقطعة تؤرقه في الليل وضميره يبقى مش نايم تعبان. أخذ قطعتين تمن بيعة أخوه. عجيبا أن الشيطان لما يلاقي إنسان ضميره تعبان يشتريه بأبخس الأثمان. أي واحد ما عندوش ضمير الشيطان يشتريه ويشتريه بأقل تمن. فعلا ما أرخص البائع وما أرخص المشتري الاثنين، لأنه بيبيع وبيتمن. الإنسان تمنه إيه؟ ولا حاجة. لما جم يبيعوا المسيح باعوه بكام؟ 30 من الفضة، لأنه لقوا إنسان ضميره ميت برضك قبل 30 من الفضة، فكان تمن المسيح هم 30، وهنا يوسف تمنه 20. بس تعجب إزاي قالوا قبلها إنه أخونا لحمنا، ما نقتلوش لأنه أخونا ولحمنا، لكن أخونا لحمنا نبيعه 20 من الفضة؟ لا، ضميرهم سمح بالخطية دي وما سمحش بالخطية دي. ما نقتلوش لكن نبيعه رغم أنه أخونا ورغم أنه لحمنا. وزي ما باعوا يوسف للإسماعيليين ودول من الأمم، برضك بيع المسيح للرومان وهو للأمم. فنفس القصة في الشبه والرمز بين الاثنين، لكن إيه اللي عملوه؟ استبدلوا جريمة كبيرة بجريمة أصغر، لكن هي جريمة وهي خطية. والمسيح اللي باعه اليهود اشترى الأمم، وأيضا اليوسف اللي باعه اليهود اشتراه الأمم، لأن في الوقت اللي اليهود رفضوا المسيح احنا قبلناه وبقى هو مسيحنا، لكن اليهود مرفوضين ورفضوا المسيح. نفس القصة حصلت مع يوسف، باعوا اليهود واشتراه المصريين. العجيب في قصة يوسف يقول لنا أما يوسف فكان صامتا ولم يقاوم الشر. ده يوسف طبق وصية المسيح اللي جت في إنجيل متى إصحاح الخامس. طبق وصية المسيح كل المراحل دي يوسف ما نطقش. أنا بستغرب، ده يوسف خلعوا عنه القميص ما قاومش، رموه في البير ما اعترضش، طلعوه من البير ما تكلمش، باعوه القافلة ما وقفش. ده لو كان قال للقافلة اللي جاية دي دول اخواتي وحيبعوني كانت توقفت البيع، لان هما بيشتروا عبد مش بيشتروا اخ، مش واحد يبيع اخوه. لكن هو لو عبد بيشتروه عبد، انا بملك عبد وببيعه لكن مش ببيع اخوي، فلو اعلن ان دول اخواتي ما كانتش البيعة تمت. لكنه كان ايه؟ صامتا. زي المسيح لو قال انا ابن الله وسأله قال له أأنت ابن المبارك، كان عمال يسأل ويستفسره اعمل لنا معجزة، لكن المسيح ما قالش حاجة وما اداش، صمت ولم يفتح فاه. شاة تساق إلى الذبح ونعجة صامتة أمام الذي يجزه. واحد من القديسين سأل سؤال وقال كده لأولاده اللي حواليه، قال لهم من الذي باع يوسف؟ يقول لهم مين اللي باع يوسف؟ فالناس اللي واقفين تلاميذه قالوا له أكيد اللي باع يوسف أخواته. فقال لهم لا، بل اتضاعه. اتضاع يوسف هو اللي خلاه يتباع، لأنه فعلا لو أعلن إن أخوهم ما كانتش تمت البيعة. يوسف ما دافعش عن نفسه وآمن بقول الكتاب الرب يدافع عنكم وأنتم تصمتون. وبعد بيع يوسف عاد رأوبين ولم يجد يوسف في البئر فمزق ثيابه وقال وأنا إلى أين أذهب؟
كان فكر رأوبين أخوه البكر إن بعد ما يمشوا هو يرجع تاني ويطلع أخوه، لكن هو ما فكرش. طب أنت سبت أخوك الصغير في وسط أخواته اللي بيكرهوه وبيحسدوه، وأنت مشيت وأنت مش عارف هيعملوا في إيه في غيابك، فين الأمانة من جهة أخوك؟ ده يوسف لما أبوه قال له ابحث عن أخواتك راح من مكان لمكان يدور على أخواته ويسأل عنهم يطمن على سلامة أخواته عشان يرد خبر لأبوه يعقوب. لكن أنت تركت أخوك بين مجموعة أخواته ولكنهم بيحسدوه وبيكرهوه، إزاي ائتمنت أنك تتركه؟ وبعدين يقول أنا كنت هرجع علشان أخده، لكن عايز أقول رجع وفتش لقى البير فاضي وعرف أنهم باعوه للإسماعيليين. فين الرمز هنا؟ إيه اللي يرمز للمسيح في القصة دي؟ اللي يرمز للمسيح إن ربنا لم يرد أن يكون خلاص يوسف على يد رأوبين. ربنا مش عايز خلاص يوسف يكون على إيد أخوه، ولكن عايز خلاص يوسف يكون على إيده هو، مش عايز على إيد أخوه. عشان كده لما راح لقى أخوه طلع من البير واتباع، ما يكونش في فضل من أخوه عليه. ده ترتيب ربنا، وده اللي هنلاقيه في قصة يوسف. كل حياة يوسف إيد ربنا التي تعمل. يعني في القصة دي إيد ربنا، يوسف دخل بيت فوتيفار وكانت إيد ربنا، اترمى في السجن وكانت إيد ربنا وهنوضحها بعدين. ولما دخل السجن وصى رئيس السقاة قال له اذكرني أمام فرعون، وربنا أنسى رئيس السقاة أنه يقول لفرعون. طب ليه نسيته يا رب؟ لأني مش عايز يكون خلاصه على إيد رئيس السقاة. بعد سنتين ربنا يجيب حلم الفرعون، أم فرعون لما يحلم الحلم يجيبوا يوسف. مين اللي جاب الحلم؟ ربنا. يبقى خلاصه على إيد مين؟ إيد ربنا، وربنا اللي يطلعه. قوم يفتكر رئيس السقاة، قوم يجيبوا يوسف من السجن عشان يفسر الحلم اللي عجز المفسرين انهم يفسروه. حياة يوسف كلها هي يد الرب التي تعمل، مش ايد بشر. وكل لما يجي حد يمد ايده ربنا يبعده، لان ربنا هو اللي عايز يتدخل علشان ينقذ يوسف. يقول لنا رأوبين لم يكن راضيا عن تصرف اخواته. ده بيذكرنا بمين؟ واحد اسرائيلي ومش موافق على تصرفات اخواته. حصلت في حياة المسيح، لم يكن راضيا ولا موافقا لقتله. مين في العهد الجديد؟ واحد تاني افتكروه كده، يوسف الرامي. يقول لنا وكان مشيرا، يعني راجل له مركز كبير في إسرائيل، ربما يكون من أعضاء السنهدريم، هتلاقوها في لوقا 23، ربما من أعضاء السنهدريم، كان مركزه كبير قوي. يقول لم يكن موافقا لرأيهم وعملهم. ده واحد من ضمن اليهود أخوهم، هم عايزين يقتلوه وهذا لم يكن إيه موافقا. رمز واضح جدا للسيد المسيح في قصة يوسف، رمز جميل انه مش راضي بموت المسيح. والسؤال اللي بيعيد نفسه دايما وانا سألته، مين اللي باع يوسف؟ اللي باع يوسف هل اخواته؟ لا طبعا. نلاقي اللي باع يوسف هي المشيئة الالهية، خطة الهية هي اللي باعت يوسف. عشان كده يقول لنا المزمور أرسل أمامهم رجلا بيع يوسف عبدا، ما قالش باعه. أما يقول بيع يوسف عبدا يبقى مبني لإيه؟ للمجهول. طب أما فعل يبنى للمجهول يبقى لمين؟ مش معروف. فبيع يوسف عبدا يعني تم بيعه،
لكن مين اللي باعه؟ الخطة الإلهية. خطة ربنا إن يوسف يباع وإن يوسف يوصل لأرض مصر، عشان كده يقول بيع يوسف عبدا، عشان خطة ربنا إنه يرسل أمامهم رجلا يكون عن طريق يوسف الخلاص لكل الأرض في وقت المجاعة. أم يوسف ربنا يديله الحكمة في تخزين القمح في أرض مصر. طيب المزمور هنا بيتكلم عن يوسف، لكن المرموز إليه بقى مين؟ السيد المسيح. المزمور ده يرمز للمسيح. أما أقول بيع يوسف عبدا وأقول على المسيح إن هو تسلم للصلب، أنا ما أقدرش أقول اللي سلمه للصلب هو يهوذا. يهوذا قبض الثمن، لكن مش هو اللي سلمه. مين اللي سلمه؟ هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه. يبقى في خطة إلهية، خطة إلهية هي اللي تمت في المسيح. يقول خطته المحكومة، حتى حسب ما بيقول القديس بطرس، يقول بحسب مشورته المحتومة وعلمه السابق وخطته الإلهية. يقول في خطة من ربنا وعلم سابق، بس جت في السكة يهوذا، لكن مش يهوذا اللي صلب المسيح، مش يهوذا اللي خلى المسيح يتجسد. يهوذا كان في النص، وبدون يهوذا كان حيسلم المسيح وحيموت المسيح، لأن دي خطة إلهية. بيذكر الكتاب، أما بيذكر قصة يوسف، قصة يوسف تيجي في إصحاح 37 في سفر التكوين. إصحاح 38 يكلمنا عن أخو يوسف اللي هو يهوذا. بيقول لنا إن يهوذا تجوز بامرأة أممية، تزوج بامرأة أممية وأنجب منها ثلاثة. بعد كده يكلمنا عن قصة يوسف، وبعدين يرجع يكلمنا عن قصة يهوذا. ولما يكلمنا عن يهوذا يقول لنا إن يهوذا اللي تجوز وخلف عشان يكمل لنا الرمز، فيحكي قصة يهوذا بعد يوسف، رغم ان القصة دي حصلت قبلها، عشان يقول لنا بعد ما اخواته باعوه بعد كده ارتبط بالامم. يكلمنا عن ارتباط يهوذا بالامم، رغم ان الارتباط ده تم قبل، لكن هنا الكتاب عشان يربط لنا القصة من جهة الرمز والمرموز إليه يقول لنا قصة يهوذا بعد قصة يوسف، في الوقت اللي هي حصلت قبل قصة يوسف. وبعدين لما يهوذا يقول لنا ارتبط، يقول لنا ارتبط عند عنايم. عنايم دي يعني ينبوعين، عنايم ينبوعين. وبعدين لما ارتبط عند عنايم يعني ينبوعين، طب يعني ايه ينبوعين؟ يقول لنا يهوذا ده اللي من نسله جه المسيح، فالمسيح لما رفضوا اليهود ارتبط بالأمم. طب ارتبط بالأمم عند ينبوعين، ايه هما الينبوعين؟ يقول العهد القديم والعهد الجديد. فالمسيح الممثل بيهوذا لأنه جد المسيح ارتبط بالأمم عند عنايم، يعني عند ينبوعين، عند العهد القديم والعهد الجديد اللي هو ارتبط بينا المسيح. فثمرت بيع يوسف ان ربنا ارتبط بكنيسة الامم. يقول لنا بعد ما باعوه لطخوا قميصه بالدم، ولما رآه يعقوب ناح وحزن وبكى. هنا ابونا يعقوب يمثل اي يهودي لم يكن راضيا بقتل المسيح. مش كل اليهود كانوا عايزين المسيح يموت، لا، ولذلك هنا يعقوب يمثل كل يهودي ناح وبكى ان المسيح مات وتألم لكده. اخوة يوسف باعوه، رمز لليهود اللي رفضوه، ولما اترفض المسيح ارتبط بالامم،
زي ما حصل في قصة يوسف، والرمز ده واضح في قصة يهوذا وزواج يهوذا. يهوذا بعد ما يوسف اتباع كعبد ذكر الكتاب انه اتجوز بامرأة وثنية، عايز تشوف الإشارة لإيه؟ ان يقول ثمرة ان الامم رفضوه، ان المسيح اليهود رفضوه، ارتبط المسيح بالامم عند عنايم، اي عند ينبوعين العهد القديم والعهد الجديد. طب منظر القميص الملطخ بالدم ده يفكركم بايه؟ بالجلجثة. منظر الجلجثة دم ومتلطخ بيه المكان، هو ده منظر الجلجثة. قميص بتاع يوسف، منظر الجلجثة واضح جدا. وقلنا بكى يعقوب، ده إشارة لكل واحد يهودي لم يكن موافقا على قتل المسيح. ده كتير. أمنا العدرة، قديس يوسف، التلاميذ الاثناشر، الرسل السبعين، 5000 اللي أمنوا، الأعداد الضخمة اللي قال عنها الكتاب، و120 نفس، و3000، كل دول يهود بيرمزوا ليعقوب اللي بكوا وأبائهم رفضوا إن المسيح يصلب. عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول برضك إن لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع من أجل أخوتي اليهود اللي رفضوا المسيح. عنده حزن ووجع في قلبه من أجل أخواته اللي رفضوا المسيح. يبقى عندنا يوسف، ما ننساش الابن المحبوب، هو يسوع الابن المحبوب الكائن في حضنه الأبوي كل حين. في ملء الزمان أرسل ابنه، وأيضا أبونا يعقوب أرسل ابنه يطمن على سلامة أخواته، وراح ليهم إشارة لإرسالية الابن. اللقاء بين يوسف وأخواته هو اللقاء بين المسيح وأخواته، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. نفس القصة لما رفضوا يوسف نزل فين؟ في الجب. والمسيح لما اترفض نزل فين؟ في الجب، في الأب. طب ليه المسيح، لماذا أسلم المسيح للصلب؟ ليه اتصلب؟ كويس، عشان يشيل الخطايا. وحسب العلم الإلهي وحسب ترتيب ربنا. لكن في نقطة مهمة جدا تتطابق مع يوسف، الحسد اتسلم للصلب. لكن ليه المسيح اتسلم للصلب؟ مش بس الحسد، المسيح، المسيح اتسلم للصلب لأن قال لنا عبارة، قال أنا جاي للعالم الكأس التي أعطاني الآب. قال يعني تنفيذ مشيئة الآب. الأب أحب العالم وبذل ابنه وأرسله لخلاص البشرية. يبقى المسيح اتصلب لأجل تتميم مشيئة الله الآب. فهنا الكأس التي أعطانيها ألا أشربها، ويقول له العمل الذي أعطيتني لأكمله، جئت لأصنع لا مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. فالمسيح اتصلب لأنه بيخضع لوصية الآب وبيتممها. وهنا برضك يوسف كان بنفس السورة، الكتاب بيقول لنا كان الرب مع يوسف. البعض يقول فين ربنا؟ فين ربنا اللي كان مع يوسف؟ طب هو لو ربنا كان مع يوسف كان اتباع عبد؟ ولو ربنا مع يوسف كان اتظلم ودخل السجن؟ فين ربنا اللي كان مع يوسف؟ مشيئته. كان ربنا مع يوسف لما اتباع عبد؟ مظبوط، كلها صح، يعني افكار جميله. هو فعلا كان مع، انا عايز اقول اخواته كان نيتهم يعملوا فيه ايه الاول؟ يقتلوه. طب ايه اللي غير تفكير الناس دول؟ هو ربنا. حتى اخوه اللي جه علشان يطلعوا من البير ما لقاهوش. مين اللي غير فكرهم
ووجههم ان يبقوا عشان يوصل ارض مصر هو ربنا. فلولا ان ربنا مع يوسف ما كانش يوسف اتباع ايه؟ عبد. يعني بيع يوسف عبد دي بيد ايه؟ إلهية وزراعة رفيعة. تاني حاجة لما وصل بيت فوتيفار تقول لي دي بقى فين ربنا اللي معاه؟ ده اتظلم والست افترت عليه وفي النهاية نزل السجن بتهمة وحشة جدا. فين ربنا اللي كان مع يوسف؟ أقول لك إن ربنا كان معاه ولذلك نزل للسجن. لأن كان مفروض يحصل له إيه؟ أقل حاجة يموت. ده رئيس الشرط يعني وزير داخلية مصر، والست دي مراته وقالت كلمتين وصدقها، لأن لو ما كانش صدقها ما كانش سجن يوسف. فهل يصدقها ومجرد أن يدخله السجن وينساه؟ ده إيد ربنا يقول لك كان الرب إيه مع يوسف لذلك دخله السجن. تستعجبه بقى كان الرب مع يوسف ودخله السجن. أيوة دخله السجن. أتذكر أن كان الكلام ده في أول الثمانينات لما كان يعني السادات في قمة غضبه من قداسة البابا شنودة. وفي الوقت ده كلنا فاكرين كان أصعب وقت بتمر بيه الكنيسة، وكلنا ما كناش عارفين هيحصل ايه، مش بكرة بعد شوية، كل شوية في حاجة جديدة بتحصل بعدها، كلنا كنا قلقانين. لكن في الوقت اللي فيه القلق ده ناس كتير بقوا رايحين جايين على المقر عند البابا على كل المستويات، والناس دي داخلة طالعة، وكل واحد عايز يجي يعمل وساطة ما بين الرئيس وما بين البابا، كل واحد عايز يعمل وساطة. ولكن في النهاية ولا واحد قدر يعمل حاجة، لأن ربنا عايز يخلص البابا بخطة إلهية مش بيد بشرية. كل الدولة ولا عملوا حاجة. كنا في الوقت ده يوميا بنصلي قداس مع البابا كل يوم الصبح. كان البابا قبل ما يبتدي خدمته ومكتبه القداس ده نصليه مع بعض، وكان عدد قليل اللي بيحضره، لحد ما حتى في يوم وقت متأخر بالليل أنا راجع، وكان خلاص يعني كانت الساعة عدت 12 بالليل وداخل هناك في المبنى، فلقيت قداسة البابا نازل وكان لوحده، وكان عليه باين الإنهاك الشديد جدا، باين على لبسه وشكله وكل حاجة، لأن بعدها بيومين كان قرار الرئيس. فعايز أقول كان خلاص يعني زي ما تقول خلاص الموضوع وصل يعني لحد ما فيش حل من بعده، خلاص ما فيش يد بشرية هتنفع. كل الناس اللي ممكن يتدخلوا جم، كل المحاولات ما نفعتش، كل الناس اللي منتظرة ومترقبة يعني خير يجي ما فيش، غيوم غيوم بتحوط بالمكان كله. ولكن في النهاية البابا ربنا يبعت البابا في الدير من أجل أنه يحميه من شر هيحصل بر. فأحيانا ما بيكون السجن هو بإيد ربنا، إيد ربنا. فبقول ربنا اللي نزل يوسف في البير، وربنا اللي باعه كعبد، عشان كده يقول لنا بيع يوسف عبدا أذوا بالقيد رجليه، اتحط في السجن اتربط. جاء وقتها البابا دخل وكلنا قلنا ده سجن، لكن كان ترتيب ربنا وكان من أجل خطة إلهية عملها ربنا لأجل خلاص البابا. وبعد ما ربنا تخلص من فرعون طلع البابا بيد قوية وزراعة رفيعة. دي عظمة عمل ربنا، عظمة إيد ربنا. عشان كده ربنا بيقول لك اطمن، إن حاط بي الأعداء لا أخاف شرا لأنك أنت إيه؟ معي. أنا مطمن يا رب، يحوطوا بي يتعبوني أنت معي،
الرب ملجأي، الرب حصني، لا أخاف، أنا مش هخاف لأن إلهنا قوي. هنا يوسف اللي اتباع كعبد، يوسف اللي نزل السجن، يوسف اللي اتظلم في بيت فوتيفار، يقول لنا كان الله ايه معه. كل ده ما تعبش يوسف، ده بالعكس لما نزل السجن كان يوسف قائد للمساجين. ايه ده؟ ده ايد ربنا يقول له يوسف حتى وانت في بيت فوتيفار. يقول كان فوتيفار ما يعرفش غير اللي بياكله وبيشربه بس، لكن كل حاجة في القصر هي في يد يوسف. وفي بيت أبوه لم يكن أبوه يأتمن إلا يوسف، ولما يوسف وصل السجن كان هو المدبر واللي مسؤول عن قائد للمساجين، ولما يوصل بيت فرعون يبقى هو مسؤول عن كل أرض مصر مش بس عن فرعون. عجيب ربنا لما يمسك مع إنسان وتلاقي الإنسان ده في كل خطوة ربنا يمجده، حتى إنه يمشي في أرض مصر يمشي قدامه واحد يقول لكل الشعب اركعوا أمام يوسف. إيه ده؟ ده ربنا لما بيدي إنسان مجد يقول لنا كان الله معه فكان رجلا ناجحا. السيد المسيح أيضا لما اليهود سلموا لبيلاطس نزل للسجن، طبعا نزل للسجن يعني راح للجحيم. السيد المسيح لما على الصليب نقوله نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. الجحيم ده إيه؟ سجن كان مسجون فيه الأرواح من أول آدم لحد المسيح، كل الأرواح اللي ماتت نزلت واتحطت في الجحيم، اتحبست. حتى إن الكتاب يقول الجحيم أبوابه الحديد ومتاريسه النحاس، يعني بيقول حاجة مغلقة بإحكام إن مفيش حد يطلع. يقول اخرجوا يا أسرى الرجاء مأسورين. فالمسيح نزل إلى الجحيم من قبل الصليب، نزل للسجن. هنا نفس القصة نلاقيها في يوسف. طبعا ما نزل للجحيم، خلي بالكم من الشبه بين يوسف وبين المسيح. يوسف المسيح لما نزل، ناخده الأول، نزل للجحيم لقى نوعيتين من الناس، نوعية من الناس اللي ماتوا على رجاء ومن الناس الأشرار. النوعيتين موجودين في الجحيم، يعني تتقابل مع قايين وتتقابل مع هابيل، الاتنين في الجحيم. الناس اللي في وقت الطوفان والناس اللي في وقت سدوم وعمورة كلهم فين؟ في الجحيم، وأبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فالمسيح نزل لقى نوعيتين من البشر. المسيح أخذ بس الناس اللي ماتوا إيه؟ على رجاء مجيء المسيح. الناس المؤمنين اللي ماتوا على الرجاء دول أخرجهم من السبي، والباقيين أغلق عليهم إلى الأبد لحد مجيئه التاني. يبقى خلص ناس وقعد ناس. يوسف بردك، يوسف حصل ايه؟ نزل للسجن، اتقابل مع فئتين من الناس، رئيس السقاة ورئيس الخبازين. قال لرئيس السقاة انت هتطلع وترجع لمكانتك وهتقدم الكاس لفرعون وهيكرمك فرعون في يوم عيد ميلاده. ولما جاله رئيس الخبازين اما لقاه أتقن التفسير وأعجب بيه، قال له طب تستنى بقى أنا أقول لك الحلم بتاعي. فقال له شوف بعد 3 أيام يرفع عنك رأسك ويعلقك على الصليب لطيور السماء. ففي واحد اتحكم عليه بالموت وفي واحد اتحكم ليه بالنجاة. نفس القصة تكررت مع يوسف الشبه ومع المسيح الحقيقة، رمز ومرموز إليه. نلاقي قصتين متشابهتين، المسيح رفع ناس للمجد والباقيين تركهم في الجحيم. النقطة الخامسة، يوسف طلع من السجن. يوسف طلع من السجن والمسيح صعد وجلس عن يمين الآب.
نفس الحكاية، الرمز والمرموز إليه. يوسف برضك بعد ما حلم فرعون وتذكر رئيس السقاة بعد يعني سنتين، قال له من سنتين حصل ان في واحد فسر لي الحلم وده موجود في السجن، فكان ده الوقت المحدد ان ربنا يخلص البشرية فجاب يوسف. فبرضك في ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة، رغم ان يوسف اول ما فسر الحلم قال له اذكرني امام فرعون، اتذكرني ويطلع، لكن ده مش الوقت المحدد، فربنا يقول له لا انسى، يخلي رئيس السقاة ينسى. وبعد سنتين لانه جاء الوقت المحدد، ويقول لنا في الوقت المحدد ارسل الله ابنه، لكن مش في اي وقت، الوقت اللي في تحديد ربنا مش بحسب ترتيباتنا البشرية. عشان كده لما فرعون حلم ما لقاش حد يفسر له الحلم لحد ما اتوا بيوسف، ويقول لنا ولما اتوا بيوسف ابدلوا ثيابه. ما يوسف كان في السجن لابس ثياب الايه؟ السجن. طلع من السجن هيقابل فرعون، هيقابله بثياب السجن؟ ما ينفعش، لبسوه بثياب تليق ان هو يطلع ويدخل قصر فرعون. وبرضك يوسف اللي لبس ثياب المجد عشان يقف قدام فرعون ويفسر له الحلم ويقول له كل من يرى يوسف يقول له كل من يرى يوسف يركع أمامه، يعني لبس ثياب المجد وكل اللي يشوفه يركع قدامه. طب ايه الرمز في المسيح؟ يقول لنا المسيح لما خرج من الجحيم صعد الى السماء وتراءى امام الاب بذبيحه نفسه. ويقول لنا يا كده معلمنا بولس الرسول هذا رفعه الله. البعض بيقراها غلط يقول رفعه الله، لا رفعه من الرفعه. هذا رفعه الله لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة في السماء وعلى الأرض وما تحت الأرض. السماء اللي هي الملائكة، والأرض اللي هي البشر، وتحت الأرض الأرواح أيا كانت، كل يسجد أمام المسيح. هذا رفعه الله. يوسف قالوا له يسجد أمامك، والمسيح برضك رمز واضح جدا جدا، وكأننا بنلاقي صورة متطابقة بين الاثنين. ويوسف لما طلع للقصر يقول لنا ده ثاني رجل بعد فرعون. طيب بعد ما يوسف اخذ المجد ده بقي نقطة أخيرة، ايه موقف اخواته؟ موقف اخوة يوسف. طب هل اخوة يوسف دول هيظلوا محرومين من المسيح؟ طيب احنا اتكلمنا عن يوسف، اتكلمنا عن العمل اللي عمله وامتيازات يوسف والشبه بينه وبين المسيح. طب ان كان يوسف هو رمز للمسيح، طب ايه موقف اليهود اللي ما امنوش بالمسيح؟ وايه موقف اخوات يوسف اللي هم يمثلوا اليهود اللي ما امنوش بيوسف؟ ايه موقفهم؟ هيحصل ايه بالنسبة لهم؟ اخواته رجعوا ليوسف، ويقول لنا الكتاب انهم اتقابلوا معاه ثلاث مرات، ثلاث لقاءات تمت ما بين يوسف واخواته، وده بيمثلوا عودة اليهود قبل مجيء المسيح الثاني. ثلاث لقاءات تمت تمثل عودة اليهود قبل مجيء المسيح الثاني. هقول لكم تاني نقط في منتهى الدقة عشان ما تنسوش. قلنا الابن المحبوب هو الابن اللي في حضن ابوه اللي هو يوسف. في ملء الزمان ارسل الله ابنه زي ما حصل مع يوسف. ارسل يوسف لاخواته واخواته ايه؟ رفضوه. لما رفضوه اسلم الروح في يد الاب ونزل الى الجحيم الى السجن. خرج من السجن وراح لفين؟
للمجد كل ده يتطابق مع يوسف، ونقول المسيح قام في اليوم الثالث وتراءى أمام الآب والبشرية كلها تسجد ليه. أما يوسف تولى المملكة، أول ما مسكها قال 7 سنين شبع و7 سنين جوع، فابتدى بال7 سنين الشبع. أول 7 سنين شبع ده يمثله إيمان الأمم، 7 سنين شبع يمثله إيمان الأمم. في وقتها خلف إيه يوسف؟ خلف ولدين، أفرايم ومنسى. فيقول منسى لأن ربنا أنساني التعب، ويقول أفرايم لأن الله جعلني مسمرا. فهو خلف 2، ودول يمثلوا الأمم. المسيح اللي اتصلب وقام وكرز به في العالم كله، المسيح ثمر ارتباط كنيسة الأمم ان الكنيسة انجبت منسة. فالكنيسة ولو كانت مضطهدة في العالم، لكن ربنا بيعضتها فبتنسى التعب والآلام اللي فيها لأجل إيمانها. أفرايم جعلني مسمرا لأن كنيستنا رغم الاضطهاد إلا إنها كنيسة بتثمر، كنيسة رغم الدم إلا إن تنجب أبطال إيمان جداد وجداد. فكل يوم كنيستنا نقول عليها أم ولود، يعني كل يوم بتجيب أولاد. 7 سنين الجوع هي فترة عودة اليهود وإنهم أمنوا بالمسيح، ما تنسوش. يبقى السنين الشبع هي بتاعتنا إيمان الأمم. خلف فيهم مين؟ أفرايم ومنس. برافو، انت حافظ. خلف أفرايم ومنس، وقال أفرايم ربنا جعلني مثمرا، ومنس ربنا أنساني التعب. رغم أن كنيسة مضطهدة، لكن بسبب الإيمان إلا أن ربنا بيقوي الكنيسة. بعد كده في سنين الجوع حصل 3 لقاءات مع يوسف. ما هم حصل المجاعة، جم على أرض مصر، يبقى هم جم اتقابلوا مع يوسف في سنين الجوع ولا الشبع؟ الجوع، لأن هم لما جاعوا جم ليوسف عايزين قمح. فيبقى إيمان اليهود هيتم في سنين الجوع مش في سنين الشبع. اللقاء الأول بعد أول 2 سنين من المجاعة، يعقوب أبونا قال لولاده في ناس سمعوا إن في مصر يوجد حنطة. قال له في ناس بيقولوا إن مصر يوجد فيها حنطة، فقال لهم انزلوا واشتروا لينا حنطة من مصر. أخواته جم أرض مصر وسجدوا أول سجود أمام يوسف. أول مرة يقابلوا يوسف وعرفوا أنه سيد الأرض، كلهم سجدوا أمام يوسف. وهنا الحزمة اللي سجد قدامها الحزم الباقية، سجدوا أمام يوسف. ده الحلم بتاع يوسف اتحقق. هم حاولوا أنهم يقتلوه، حاولوا يبعوك عبد عشان يعطلوا مقاصد ربنا، ولكن مقاصد ربنا حتم رضوا أو لم يرضوا. دي مقاصد إلهية. هم رضيوا ما رضيوش، ربنا حينفذ مشيئته. يحاربوه يقفوا ضده، ربنا حينفذ مشيئته. هم اللي حينكسروا، لكن ربنا أبدا ما يتنازل عن كلمته. ولما نزلوا أرض مصر سجدوا لي وأكلوا من حنطة يوسف. أخذوا من الحنطة اللي عند يوسف وأكلوا منها. ودي تمثل عودة اليهود في آخر الزمان، وأكلهم من الحنطة أكلهم من جسد المسيح. تمثل عودة اليهود اللي جم ورجعوا ليوسف، ويوسف يمثل كرمز للمسيح رجعوا ليه وأمنوا بيه بعد ما باعوه وبعد ما جحدوه وبعد ما رفضوه، لكن رجعوا ليه وسجدوا أمامه سجود وأكلوا من الحنطة، يعني هياكلوا من جسده ودمه. وده نبوة عن إيمان اليهود في آخر الأزمنة.
اللقاء الثاني اللي تم ما بين يوسف واخواته، يبقى عرفنا اللقاء الاول تم بعد سنتين تقريبا، لما يوسف يعقوب بعتهم قال لهم انزلوا اشتروا حنطة، لان انا سمعت ان في حنطة في ارض مصر، وسجدوا واكلوا من الحنطة. في اللقاء الاول يوسف اتنكر ليهم وقال لهم انا معرفكمش، جواسيس انتم، من اين اتيتم؟ واظهر ليهم انه مش مصدقهم، قال لهم انكم جئتم لتتجسسوا الارض، فقالوا له نحن عبيدك، احنا 12 اخ، احدنا مفقود والاخر مع ابيه، فقال لهم جواسيس انتم، قال لهم ما تجونيش تاني لتظهروا صدق كلامكم، لا تأتون المرة القادمة إلا ومعكم أخوكم الأصغر، أخوكم الصغير بنيامين تجيبوه معاكم، وإلا لا تعودون ترون وكي. اشترط عليهم يوسف. عمل كده ليه؟ عايز يوبخه على اللي عملوه معاه، فذكرهم بخطيته عشان لازم يتوب. ما إن كان يوسف رمز للمسيح، لازم إنهم قبل ما يأكلوا من الحنطة دي لازم إيه؟ يتوبوا. ففكرهم بخطيتهم عشان يتوبوا عنها. ولما شافهم وما لقاش بنيامين أخوه معاهم قلق، قال ربما يكونوا عملوا بنيامين زي ما عملوا معايا، قتلوه، ما هم عملوا معايا كده يبقى ممكن يعملوا مع أخويا كده برضك. وتالت حاجة كان قلقان برضك، قلبه بياكله على أبوه لأنه بيحب أبوه، فعايز يطمن أبوه حي ولا مات. فهو التلات نقط دول عشان كده تنكر ليهم يوسف في لقائه. في اللقاء ده قال لهم إيه؟ لا ترون وجهي إن لم تأتوا بأخوكم بنيامين معاكم، أخوكم الأصغر. ألحوا على يعقوب وقالوا له عايزين بنيامين معانا. طبعا تمنع يعقوب، وفي النهاية لأنه محتاج أعطاهم بنيامين، وراح بنيامين معاهم في اللقاء الثاني. زي ما قلنا اللقاء الأول بيمثل عودة اليهود في آخر الأزمنة للمسيح، إيمانهم بيه. اللقاء الثاني لما اليهود هيقبلوا الإيمان بالمسيح، هيروحوا يكرزوا في وسط اليهود الآخرين، وهيجيبوا اليهود التانيين علشان يأمنوا بالمسيح. فما هم يروحوا ويجيبوا أخوهم بنيامين، ده بمثابة كرازة اليهود لليهود الآخرين، اللي هيؤمنوا هيكرزوا للآخرين، فهيجوا بيهم عشان يأمنوا. هنشوف زي ما قال سفر الرؤيا ان اليهود لما هيجي ضد للمسيح وهيجلس في هيكل الله مظهرا نفسه انه اله، وهم هيكونوا مأمنين بيه، هيلاقوه تعدى على مقدساتهم ونجس هيكلهم، هيعرفوا ان ده مش المسيح، وهيعرفوا ان اللي صلبوه زمان هو ده المسيح، فهيؤمنوا بالمسيح اللي صلبوه زمان لأن اللي هم أمنوا بيه طلع إن مش هو. فهم هيجوا في الوقت ده يعلنوا إيمانهم بالمسيح ويرجعوا إليه لما هيشوفوا خداع الضد للمسيح. وزي ما قال المسيح ليهم، أنا أتيت إليكم باسم أبي ولم تقبلوني، إن أتى آخر باسم نفسه فذاك تقبلونه. إن أتى آخر باسم نفسه اللي هو الضد للمسيح فذاك ايه؟ تقبلونه، لكن انا جيت لكم باسم ابي انتم مش عايزين تقبلوني. اللقاء الثاني الجميل فيه ان هم جم وجايبين الفضه معاهم بتاعه اللي هيشتروه، والفضه كمان اللي رجعها يوسف معاهم في المره الاولى، لانه لقوا الفضه مرجعها معاهم، فجابوا الفضة القديمة والفضة
الجديدة، وكل واحد جايب الفضة بتاعته معاه. في المرة التانية لما جم ببنيامين وبالفضة، المرتين جم للراجل اللي على باب بيت يوسف، قابلوا الراجل الحارس اللي بره وقالوا له شوف احنا لما روحنا بيتنا لقينا الفضة موجودة في وسط الغلة في عدال كل واحد منا، فاحنا خايفين، احنا جبنا الفضة معانا وجبنا كمان الفضة بتاعت الجديد اللي هنشتريه. فرد عليهم الحارس اللي على الباب قال لهم فضتكم فلوسكم وصلت، ما تقلقوش وما تخافوش، انتوا فلوسكم وصلت عندنا. طبعا انا عشان ادخل اتقابل مع يوسف اللي هو رمز للمسيح انا لازم اتقابل مع الكاهن الاول، ولما اتقابل مع الكاهن اخد منه التصريح ان انا ادخل واتقابل مع المسيح. فقابله الحارس اولا قبل ما يدخلوا يوصلوا ليوسف، وعشان يطمنهم في لقاء المسيح نلاقي كلام كله طمأنينة، قال لهم فضتكم قد وصلت. الراجل بيطمني، وزي ما اكون انا ما بروح اعترف الاقي ابونا يقول لي كلمه تريح نفسيتي جدا، يقول لي روح الله يحلك، كن محلل. كلمه يا سلام كلنا بنفرح لما نسمعها. بعد ما اعترف بخطيتي الاقي ابونا بيقول لي الله يحلك. اتذكر هنا في البلد رحت الواحد كان راجل كبير قوي في السن، تعدى 90، كان في آخر أيامه، فدخلت على طول عشان أناوله، ولما جيت أناوله قال لي استنى يا بونا. قلت له نعم. قال لي لا أنا عايز أعترف. فكان في واحد واقف طلع بره وقعد يعترف وأنا واقف منتظره. بعد ما خلص الاعتراف هو بيتكلم بصعوبة، طول الله يحلك. قال لي يا ابونا قل لي ربنا غفر لي. قلت له الله يحلك. قال لي قل لي ربنا غفر لي. قلت له ربنا غفر لك بحسب وعده لينا، إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل إنه يغفرها لينا ويطهرنا من كل اسم. قال لي يا ابونا ناولني. شوف العبارة اللي بيقولها إنسان كبير، فأنا بقول للراجل اللي واقف على الباب طمنهم، قال لهم خلاص فضتكم قد وصلت، كونوا مطمئنين. أنا عشان أقابل المسيح وأتقابل مع الكاهن وأكشف له اللي جوايا قوم يقول لي الله يحلك، أنت خلاص اطمن ما عليكش دين، فضتك قد وصلت، لم تكن لست مديونا بعد، اطمن ما عليكش دين. اللقاء الثالث بقى والأخير وهم ماشيين تاني مرة بعد ما أكلوا، يوسف خد الكاس بتاعه وحطه في عدال بنيامين، خبى الكاس في عدال بنيامين. ولما مشيوا مسافة جريوا العسكر المصريين وراهم وقالوا لهم تعالوا، يعني سيدي عمل بكم معاكم خير وانتوا تقابلوا الخير ده بالشر، انتوا تسرقوا سيدي. وقال لهم انا انسان بتفائل، انتوا تاخدوا الحاجة بتاعتي. ووقفوا امام يوسف وسجدوا للارض. قال لهم اما وصلوا لي فتشهم الاول، قال لهم افتحوا الشولة بتاعتكم العدالات بتاعتكم، ده يمثل يوم الدينونة اليوم الاخير. كل واحد مننا ما هيقف قدام ربنا هيقول له ايه؟ افتح شوالك، تكشف الاستار، تكشف. فهو ده يمثل يوم الدينونة، اللقاء الاخير اللي بيقول لكل واحد افتح وبين ايه اللي عندك، تكشف خفايا كل إنسان.
ننساش 7 سنين الشبع تمثل ايه؟ انا بفكركم ايمان الامم، و7 سنين الجوع ايمان اليهود. فيها كم لقاء؟ 3 لقاءات. كويس، قلنا اللقاء الاول رجوعهم للايمان، اللقاء الثاني تبشير اليهود، اللقاء الثالث يمثل مع يسوع في يوم الدينونة. ودي نهاية الأزمنة لما كل واحد يروح لربنا ومعاه الشوال بتاعه، والشوال بتاعه ده جوال ايه؟ الأعمال بتاعته. اللذيذ انهم لقوا الكاس ده طبعا في عدال بنيامين. لما نرجع بذاكرتنا نلاقي أبونا يعقوب لما قال لهم ما تاخدوش بنيامين معاكم، تصدر يهوذا وقال له اطلبه مني انا مسؤول عنه، تيجي تسألني عن بنيامين وانا هستلمه واسلمه ليك. وقف وحط نفسه ان هو المسؤول امام ابوه عن بنيامين. ولما وصلوا هناك قالوا كده اللي تجد معاك كاس يموت. قالوا لسيد الارض احنا ما سرقناكش، انت بتقول الكاس اتسرق، اللي تجد معاك كاس فينا يموت. ولما كشفوا لقوا الكاس مع بنيامين. لما لقوا الكاس مع بنيامين، الجميل ان اللي وقف يدافع عن بنيامين هو يهوذا. يهوذا ده اللي من نسله مين؟ المسيح. واللقاء ده يمثل يوم الدينونة. في يوم الدينونة محدش هيشفع فينا، ولا أعمال ولا إنسان بيعمل حاجة ولا غيره. في يوم الدينونة يقول لنا إلى ملائكة ينسب حماقة، السماء ليست بطاهرة. كلنا مفيش إنسان هيتبرر أمام الله. أمال مين اللي هيشفع فينا؟ مسيح، دم المسيح. فهنا اللي يشفع عن بنيامين هو يهوذا اللي من نسله يكون المسيح. تشابه عجيب قوي، رمز ومرموز إليه، لكن في منتهى التطابق نجد قصة يوسف تتطابق مع قصة المسيح. اللي يشفع فينا الأسد الخارج من سبط يهوذا، اللي قدم نفسه شفيع ذبيحة أمام الله الآب. طيب يوم الدينونة اتكلمنا عن اليهود اللي أمنوا بالمسيح، لكن أمال اليهود اللي ماتوا في العهد القديم قبل ما يجي المسيح مصيرهم إيه؟ طب أنا اتكلمت على اليهود اللي حييجوا ليوسف وحيرجعوا يبشروا يهود ويجيبوا يهود تانيين. طب ده قبل كده في يهود ماتوا، إيه مصير اليهود اللي ماتوا؟ برضك يطمننا عليهم نفس الإصحاح. قوم يقول لنا عرفهم، كشف لهم عن نفسه يوسف، قال لهم أنا أخوكم، أنا يوسف أخوكم، أنتم قصدتم بي شرا أما الرب فقصد بي خيرا علشان يحيي شعب. أنا أخوكم. قال لهم أبويا حي. ابتدى يسألهم عن أبونا يعقوب، فقالوا له حي. ابتدى قال لهم أكد تاني هو حي، قالوا له أبونا حي. فهنا يوسف في مجيء المسيح التاني هيورينا مجد الكنيسة قد إيه. فقال لهم روحوا وائتوا بأبونا بأبي يعقوب، روحوا هاتولي أبويا يعقوب. يعقوب لما راحوا عشان يجيبوه يقول الكتاب دخلوا وقالوا ليعقوب ابنك يوسف حي، ابنك يوسف حي. عبارة جميلة بقى يقولها، يورينا بتوع العهد القديم هيجوا ازاي. يقول ولما سمع هذا عاشت روح يعقوب فيه. يعني يمثل اللي ماتوا وبعدين عاشوا، عاشت روحه فيه. فده يمثل الناس اللي كانوا في حكم ماتوا قبل المسيح
وهيجيبهم عشان يتقابلوا مع المسيح في مجيئه الثاني. يعني عامل زي ما يقول ايه، ردت روحه فيه ورجع لمصر علشان يملك مع يوسف، ودول اللي ماتوا قبل المسيح على رجاء وهيرجعوا عشان يملكوا مع المسيح في مجيء الثاني. ده يشير لكل الأبرار والأنبياء اللي ماتوا في العهد القديم. في النهاية دول كلهم راحوا فين؟ مصر. طب اشمعنا مصر؟ ومصر دي ترمز لإيه؟ يقول لنا الكتاب عن مصر جنة الله كأرض مصر. مصر دي أطلق عليها إن هي إيه؟ جنة ربنا، جنة الله كأرض مصر. يبقى دول كلهم هيروحوا ليوسف ويملكوا فين؟ في جنة الله. يبقى دول كلهم يوسف المشبه بالمسيح مرموز رمز، والأرض ترمز للجنة، ودول يعقوب اللي يمثل أنبياء العهد القديم، ودول اليهود اللي أمنوا، كلهم هيجوا على جنة الله عشان يملكوا مع المسيح في الجنة ويبقى ليهم نصيب في الملكوت، وهكذا نكون مع الرب كل حين. قصة جميلة قوي، قصة يوسف، ومتشابهة تماما ومتطابقة مع المسيح، الابن المحبوب، الابن اللي أرسله أبوه، الابن اللي نزل للسجن، والابن اللي طلع للمجد، الابن اللي صار متسلط على كل شيء، الابن اللي ركعوا أمامه لتسجد أمامه كل ركبة، الابن اللي أعاد اليهود ولكن أعادهم على 3 مرات، الابن اللي لما رفضوا اليهود لجأ للأمم وصارت كنيسة الأمم كنيسة مثمرة الله أنساها كل أتعبها. ربنا ينفعنا ببركة أبونا يوسف، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.